عرفتوا اسعار الكتاكيت وصلت كام النهارده؟ ما عرفتوش؟ تعالوا نعرف. السلام عليكم واهلا بيكم في حلقه جديده ويوم جديد في مزرعتك في بيتك. حلقه اسعار جديده النهارده السبت بدايه الاسبوع 7/9/2024. حلقه النهارده بصراحه اسعار توجع القلب. ولكن قبل ما نبدا الحلقه كالعاده ما تنسوش الصلاه على الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ما تنسوش كمان تنزلوا حالا في التعليقات تكتبوها بايديكم وخلوها شاهد لينا يوم القيامه. اي حد من اخواتنا المبتدئين عنده دوري التسمين، المتابعه معايا مجانا على الرقم اللي بسيبه لحضراتكم في نهايه كل حلقه كالمعتاد. اي حد عنده اي سؤال يكتبوا لنا في التعليقات تحت الفيديو وبرد على معظم اسئله حضراتكم قدر المستطاع. طيب النهارده عندنا ايه؟ النهارده عندنا للاسف ارتفاعات مرعبه في اسعار الكتاكيت، ارتفاعات بدون سقف يا جماعه. الشركات بصراحه حرفيا بتلعب بالنار وبتلعب بقوت المربين، سواء المربي اللي بيشتري كتكوت وكمان المستهلك اللي هيشتري الكتكوت ده بعد لما يبقى فرخه في السوق. طيب لو تفتكروا الاسبوع اللي فات قلت لكم يوم الخميس طالما السوق قفل في اسعار الكتاكيت على ارتفاع، معنى كده خلاص احنا حفظنا يعني شغل الشركات. طالما قفلت الخميس على ارتفاع في سعر الكتكوت، معنى كده ان السبت او بداية الاسبوع هتفتح على ارتفاعات مرعبة. وبالفعل النهاردة للأسف ارتفاعات صعبة جدا في اسعار الكتاكيت، تحديدا الكتكوت الابيض والبط بالنسبة للناس اللي بتشتغل في تسمين البط بأنواعه. طيب الأسباب يا جماعة النهاردة عاوز أقول لكم بيني وبينكم كده، الشركات أصلا عاوزة تخرج المربي الصغير من السوق وعايزة تحتكر السوق لنفسها. ليه؟ لأن الكتكوت بتاعها والعلف بتاعها والمنتج اللي بتطلعه بتتحكم في سعر السوق بالنسبة للمستهلك والأدوية بتاعتها، فكل المنظومة تحت إيديها. فأنت هنا كمربي صغير أنت عامل له مشكلة نفسية، يعني هو عايز يخرجك أصلا برا الموضوع. طيب ايه اللي بيحصل دلوقتي؟ اللي بيحصل دلوقتي هو بيضيق الخناق على المربين الصغيرين. بمعنى ايه؟ بالراحة كده، بمعنى النهاردة الكتكوت بتاعه لو حضرتك انت ما سكنتوش، لان انت طبعا لما تسمع السعر اللي هو 40 جنيه النهاردة للكتكوت الابيض حضرتك هترجع خطوتين ثلاثة لورا. طيب هو بيعمل ايه؟ هو بيسكن الكتكوت النهاردة في المحطات الكبيرة اللي هي بتاعتهم اصلا، فهو كده عاوز يخرجك من الحتة دي النهاردة علشان هو يسكن، لان هو تكلفة الكتكوت عليها 10-12 جنيه 15 جنيه، لكن مش اكتر من كده، مش 40 جنيه عليك انت كصغار المربيين. فهو كده عاوز يخرجك علشان هو يسكن، وبالتالي لما يطلع المنتج في السوق يتحكم هو في السوق وفي سعر اللحم. طيب في الحالة دي المستهلكين هيضيعوا، بدل ما يشتري النهاردة كيلو الفراخ مثلا اقصى حاجة 80 جنيه، لا هيشتري الفراخ من 100-120 جنيه لما صغار المربين يخرجوا من السوق. يا جماعة احنا محتاجين تدخل، محتاجين السوق يتظبط، محتاجين يبقى فيه وقفة للناس دي. مش معنى ان انت عندك سلعة تبقى انت المتحكم فيها، عندك كتكوت بتبيعه بمزاجك، لا المفروض يبقى فيه هامش ربح، تكلفته كذا، هامش ربح كذا، يتباع بكذا، سعر معين. مش النهاردة نصحى نلاقي السعر بالمنظر ده، لا يا جماعة في حاجة غلط، فيه حاجة غلط، محتاجين وقفة في السوق، لان بصراحة الدنيا بتبوظ كده. طيب اسعار الاعلاف كمان مع نزولها بتخلي المربي يقولك انا عاوز اسكن. طيب تروح تسكن يقولك هي دي الاسعار، عاجبك اشتري، مش عاجبك خلاص. حتى اسعار الكتاكيت النهاردة في القطعان اللي هي الاهالي سعرها مرتفع جدا بالنسبة للوقت ده. يا جماعة احنا مش في موسم، ليه يبقى سعر الكتكوت بالمنظر ده؟ طيب الحاجة التانية كمان، أسعار البيض مرتفعة جدا على إخواتنا المستهلكين، أسعار الأعلاف نازلة وأسعار البيض مرتفعة على غير العادة، مكملة في الارتفاع. خلاصة الكلام عاوز أقول لحضراتكم، إخواتنا اللي بيسألونا نسكن ولا ما نسكنش، بصوا يا جماعة بالنسبة للناس اللي بتسأل تحديدا على الوقت ده كويس ولا لأ للتسكين، الوقت ده ممتاز جدا وهو ده اللي عامل سحب على الكتكوت. ليه؟ الناس اللي باعت ب 65 و70 والكلام ده كله طالما عندهم وزن، الناس دي ما شاء الله ربحت وعندها ارباح كويسة جدا، ربنا يراضي الجميع. فالناس دي عاوزة ترجع تسكن تاني، وبالفعل في تسكين عالي، يعني عاوزة اقول لكم من داخل المطبخ فيه تسكين عالي جدا وفي سحب كبير جدا جدا على الكتكوت الابيض برضو على غير العادة. فهو ده اللي مطمع شركات الكتاكيت، يا اما
تشتري بالرقم اللي هم بيحطوه، يا اما تخرج من المنظومه وهم كده كده هم برضو اللي كسبانين، سواء انت اشتريت الكتكوت بتاعهم او 40 جنيه النهارده ولا خرجت من الشغلانه اصلا وسبت لهم السوق، فهم في الحالتين هم اللي كسبانين، وفي الحالتين انت بالنسبه لهم ولا حاجه كصغار المربيين. طيب خلاصة الكلام، اللي يقدر يسكن يتوكل على الله. وعاوز اقول لكم ان الوقت الحالي فعلا للناس اللي بتسأل، للامانة الوقت الحالي كويس جدا، الفيروسات قليلة جدا، التحضين كدرجات الحرارة ممتاز جدا جدا، اي حد يقدر يشتغل بدون امكانيات. وتعالوا بقى نعرف النهاردة الاسعار كلها. ما تنسوش الصلاة على الحبيب المصطفى، ما تنسوش كمان تشيروا الحلقة، ولو شايفين المحتوى مفيد شيروه علشان الغير يستفيد، وخليكوا دايما فعالين في الخير، وحط لايكات كتير علشان الناس تعرف الاسعار الحقيقية النهاردة داخل السوق. يلا بينا. البط البلدي ارض المزرعة 105 والمحلات 115، المسكوفي ارض المزرعة 100 والمحلات 110 جنيه للكيلو، المولر أرض المزرعة 75 والمحلات 85، الفرنساوي أرض المزرعة 65 والمحلات 75 جنيه للكيلو، الحمام البلدي أرض المزرعة 130 والمحلات 140 جنيه للجوز، السمان أرض المزرعة 80 والمحلات 90 جنيه للجوز، الروم البلدي الأسود أرض المزرعة 110 والمحلات 120 جنيه للكيلو، الروم الابيض ارض المزرعه 90 والمحلات 100 جنيه للكيلو، الارنب ارض المزرعه 110 والمحلات 120 جنيه للكيلو، الفراخ البلد الحر ارض المزرعه 115 والمحلات 125، الفراخ الرزي ارض المزرعه 105 والمحلات 115 جنيه للكيلو، الساسو ارض المزرعه 85 والمحلات 95 جنيه للكيلو، امهات الساسو ارض المزرعه 80 والمحلات 90 جنيه للكيلو، ابيض بياض ارض المزرعه 60 والمحلات 70 جنيه للكيلو، احمر بياض ارض المزرعه 75 والمحلات 85، امهات الفراخ البيضه الهبرد الكبيره ارض المزرعه 66 والمحلات 76 جنيه للكيلو. اما عن اسعار الفراخ البيضه النهارده، ارتفاع ارض المزرعه 70 جنيه والمحلات من 77 ل 80 جنيه، وما تشتريش باكتر من كده كمستهلك. اما عن اسعار البيض النهارده، ما زالت فيها ارتفاع، وارتفاع كبير جدا بالنسبه للمستهلك. الطبق البيض الابيض من التجار للمحلات 160 والمحلات للمستهلك 170، الطبق البيض الاحمر من التجار للمحلات 165 والمحلات للمستهلك 175 جنيه للطبق. اما عن البلد النهارده، من التجار للمحلات 160 والمحلات 170 جنيه للطبق البيض البلدي. اما عن اسعار الاعلاف النهارده، وفيها نزول كويس جدا، والناس اللي بتخزن اعلاف ما تخزنوش اعلاف يا جماعه، وتابعوا السوق في الايام اللي جايه. الطن بيتراوح من 19 لل 21 الف جنيه، العبوه قطعي في المحلات ال 25 كيلو 530 بادي السوبر، 520 نامي، 515 ناهي، والكيلو قطعي في المحلات من 20 ل 22 جنيه، وما تشتريش باكتر من كده، وخلي بالك من جودة العلف اللي حضرتك بتستخدمه. ادي العبوة 25 كيلو من 390 ل 400 جنيه، المكرونة العبوة 10 كيلو من 180 ل 200 جنيه، رز بلدي عريض العبوة 25 كيلو 560، رز بلدي رفيع العبوة 25 كيلو 540 جنيه. اما عن اسعار الكتاكيت النهارده، حدث ولا حرج، ومحتاجين وقفة لشركات الكتاكيت، لان بصراحة الوضع من سيء لأسوأ، وارتفاعات مرعبة لأسعار الكتاكيت بجميع أنواع. مولر محلي 58 جنيه، مولر مستورد 62 جنيه، الشريفان 30 جنيه، البكيني 21، الفرنساوي 24، البيور 37 جنيه، مسكوفي مخلط 52، المسكوفي الار 41 55، الروم البرونزي 50، رومي بلدي اسود 50، السمان من 6 ل 10، فيومي لحم 20، الجميزة البياض 19، الجميزة البيور 25، رز فرز ديوك 25، رز برابر 16، رز على وشه من 20 ل 22، بلدي حر 11 جنيه، بلدي محسن 12، فيومي بلدي 12، بلدي مشعر 11، بلدي هجين 19، هجين بياض 11، هجين عالي 20، ساسو جلتاني 21، ساسو شفر مزارع من 22 ل 23. اما عن اسعار الكتكوت الابيض النهارده، للاسف ارتفاعات غير مبرره وجنون فعلا في اسعار الكتاكيت النهارده.
الكتكوت الابيض الاهالي النهارده ارض معمل بادئ من 31 ل 32، والشركات بادئ من 33 ل 35، شركات متوسطه والشركات الكبيره من 36 ل 40 جنيه، يعني خلاص يتكى ويوصلوها لل 50 جنيه. لو فضل الاسعار بالمنظر ده صدقوني الاسعار هتعدي اكتر من 40 جنيه. لنا الله في الاول وفي الاخر، ولكن احنا محتاجين وقفه ومحتاجين تسعيره مظبوطه للكتاكيت. دي كانت الاسعار النهارده ودي كانت الحلقه، نتمنى يكون القادم افضل. لو تقدروا تشتغلوا اشتغلوا، ما توقفوا الشغل، انتوا بخير في كل احوالكم، ما علينا غير السعي والتوفيق اكيد بيكون من عند ربنا. شكرا ليكم، شكرا لكل اخواتنا من مصر ومن كل الدول العربيه، شكرا جدا على الثقه الغاليه، بحبكم جدا في الله. ولو شايفين المحتوى مفيد شيروه علشان الكل يستفيد. استنونا في حلقه جديده، اشوفكم تاني بالف صحه وخير. تحياتي للجميع.